السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد. في هذا الفيديو سوف نشرح طريقة تغيير كلمة سر الواي فاي من الراوتر الواي فاي الخاص بك فقط من الهاتف، بدون برامج بدون أكواد. طبعا شرح سهل وبسيط، لكن قبل البدء في الشرح لا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنا نبدأ الشرح على بركة الله. أولا تذهبون إلى محرك بحث جوجل وتكتبون 192 نقطة أبوان 168. فور بدء كتابة هذا الرقم سوف يظهر لكم الموقع هنا كما ترون، 162 168 نقطة 1 نقطة 1. ثم قم بكتابته بالكامل وتضغط على علامة الصح سوف يدخل لك. أنا دخل لي تلقائيا لأني سبق ودخلت. قد تختلف صفحة الراوتر الخاص بك على حسب نوع الراوتر الخاص بك. أنا الراوتر الخاص بي اسمه لايت بوكس، لذلك ظهرت لي لايت بوكس هنا. أنت سوف تظهر لك صفحة الراوتر الخاص بك. هنا تكتب الباسورد الخاص بك واليوزر نيم، فهو في الغالب يكون في ظهر الراوتر الخاص بك، يكون الباسورد واليوزر نيم تقوم بإدخاله، وفي الغالب يكون مثلا أدمين وفي الأسفل يكون أدمين. أنت تقوم بقلب الراوتر الخاص بك، بعد ذلك تقوم بكتابة الباسورد واليوزر نيم الخاص بك. هنا هذه هي صفحة الراوتر الخاص بي. إن أردت تغيير كلمة السر، كل ما علي فعله سوف أبحث عن كلمة واي فاي كي أو باسورد أو شانجي باسورد على حسب لغة صفحة الراوتر الخاص بك. أنا لدي فقط الإنجليزية والإسبانية، لذلك تركتها بالإنجليزية. الآن سوف أقوم بتكبير الصفحة. كما ترون هنا واي فاي كي، هذا هو الباسورد الخاص بي، أقوم بتغييره هنا وكتابة الباسورد الجديد. بعد ذلك أنزل إلى الأسفل ثم أضغط على أبلي هنا، وسوف أقوم بتغيير كلمة السر بنجاح.